رح نرجع شوي للأفلام، بس بدنا نحكي شوي عن فترة الطفولة عند نور الشريف، لأنه فيها أشياء كتير كتير حلوة. يعني لنتذكر أول نهار دخلت فيه المدرسة، صح؟ واكتشفت أنه اسمك الحقيقي هو مش نور إسماعيل، وهو محمد جابر محمد عبد الله. هل تذكر إحساسك بوقتها؟ هل تذكر ردة فعلك؟ شو فكرت بينك وبين حالك؟ شو انكسر عندك؟ هقولك، هو أنا طبعا صدمت صدمة فظيعة، لأني أنا في قلب المدرسة، والأستاذ كان أسمر طويل كده ابتسامته حلوة، بيتمم على الفصل لحد ما جه قال محمد جابر محمد، محدش رد. محمد جابر محمد، محدش رد. فهو من عندنا من السيدة زينب، قال لي أنت محمد جابر محمد؟ قلت له لا، أنا اسمي نور إسماعيل. قال لي من النهاردة اسمك محمد جابر، من النهاردة اسمك محمد جابر. ما جاوبت؟ ما سألته ليه؟ طبعا أنا مش فاهم، ذهلت. وما تنسيش يعني سني ست سنين، ما فيش إدراك. لكن أما رجعت لعمتي الله يرحمها، فقالت لي بصراحة إن اللي أنت فاكره أبوك ده عمك، عم إسماعيل. كان ليه عمين، عم إسماعيل وعم أمين، بس عم إسماعيل هو اللي أنا كنت مرتبط بيه قوي قوي، ترك بصمة خاصة عندك. فطبعا فجأة إنك تعرفي إن كان ليكي أب وإنه مات، وإن اسمك مش نور. أنا اللي سماني نور جدي، واللي سماني محمد في شهادة الميلاد أبويا، ففضلت ينادوني في البيت نور. فأول مرة اكتشفوا عن 6 سنين اسم محمد في قلب المدرسة. فكانت لحظة الحقيقة مع صغر السن ما فيهاش وعي كامل، لكن عملت فيا لخبطة. وبعدين اكتشفت أنه والدك توفى عن عمر 26 سنة بالضبط. دي كمان يعني دي فزعتني، ودي ما اكتشفتهاش اللي عند الحلاق. يعني وانا صغير انت عارف الاطفال الصغيرين عند الحلاق يجيبوا لهم كرسي فوق كرسي الحلاق عشان يقدروا يحلقوا له. فوانا قاعد الاقي الناس تخش تقول مين ده، يقولوا ده ابن المرحوم جابر. الف رحمه ليه، ده كان وكان وكان. يكلموا عن والدي بصوره مثاليه، الله اعلم هو كان كده او لا، لكن بصوره مبالغ فيها، واخد بالك. فعرفت انه مات عنده 26 سنه، فده كمان افزعني يعني ان حد يموت. اثر فيك هذا الموضوع بعدين؟ يعني كثير قالوا انك انت رفضت تتزوج عن يعني الا ما قطعت فتره ال 26 سنه بالضبط. يعني اتجوزت وانا 27 سنه، عديت رفضت يعني مش استغفر الله العظيم مش عدم ايمان، لكن لان ليا ابن عم تاني مات 26 سنه كمان. بعدين يعني ليا ابن عمي مات 26 سنه وساب ولد وبنت زي ما ابويا سابني انا واختي عواطف. فقلت لا، يعني ربنا بعت لي علامه فعلا. فاستنى، كان بدات قصه الحب بيني وبين بوسي. رفضت اني اتجوز عن سن 26، فاستنيت قلت اجوز اتجوزت على 27. على 27 بعد 4 سنين قررت الانجاب. كمان لها علاقه بهذا الموضوع؟ طبعا. يعني ربنا لازم الانسان يكون عاقل، يعني اما ربنا يبعت لك علامات لازم تحترميها. يعني ايه اخلف واسيب اولادي ايتام يعني ليه؟ يعني شو أخذت من عمك إسماعيل اللي عرفته وعشت أنت وياه وهو بمثابة الأب الحقيقي لإلك؟ لأن نحن بنعرف أنه الأب هو اللي ربى واللي علم بالزبط واللي كبر. أولاً عمري ما ضربني، تخيلي. باين كنت عاقل. أبداً لا، ليه أخطائي وأنا شاب صغير برضو، لكن أقصد عمره ما ضربني، عمره. ودي أنا بشوف إنها من أهم الأشياء اللي أثرت في تكويني، إني خلتني داخلياً قوي. اما بتضربي الطفل وهو صغير بتعملي شرخ جواه، يا اما يقلب عدواني فيما بعد يا يبقى جبان نتيجه الضرب. فهو عمره ما ضربني، لكن لو بصلي بغضب دي عندي عقاب اكتر من اي شيء في الدنيا. اسماعيل ده طلق مراته عشان يفضل يربيني انا واختي، طلبت تسيب بيت العيله، رفض، لانه حلم ان ابويا الله يرحمه اداله جوز حمام، قال له يا اسماعيل خد بالك من الحمام ده. فهو فسره على طول ان الحمام ده جوز الحمام انا واختي عواطف. مراته طلبت الانفصال عن البيت، انهم يقعدوا في بيت لوحدهم، فالبيت ملكنا يعني ملك العيله. رفض وانفصل عن مراته ولم يتزوج الى ان مات، وفضل يربيني انا وعواطف. اختك عواطف كمان كانت يعني امي، امك بعدها مش اكبر مني بكتير، امك مظبوط حنوني عليك دايما جداً. كانت حريصه عليك، هي شجعتك برغم انه اعمامك عارضوا دخولك مجال التمثيل.
علاقتك بعواطف من الصغر لهلا هيك بموجز صغير شو بتحكينا عنها؟ شوفي بعد ما عرفت اني يعني ان انا والدي توفى وان عمامي اللي بيربوني انا واختي ولينا عمه الف رحمه ليها ساحره دي بقى يعني احنا كنا بيت عمي امين مراته ماتت سابت 7 ايتام فعاشت عمتي تربي 9 ايتام تخيلي 6 عزيمه فظيعه ما في فظيعه الف رحمه ليها دي شيء يعني برضو في العطاء هي كانت عصبيه شويه بس لكن كانت في العطاء جباره فانا عواطف اختي اللي مش اكبر مني بكتير لكن كانت فعلا بالنسبه لي زي امي وكانت حنينه جدا عليا جدا هي سمت نور الشريف صح هي اللي سمت الشريف